مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قدمت الفنانة منى الحد تنويها لمنسقي الأغاني في الأحداث، وهذا بإزالة أغاني المرحومين بسماحة محمد وأميلا كولوم. هاد لاستوري راني حنهضر فيها مع لي دي جي تاع كاع الجيري كاع كاع كاع. انا بليزيور فوا كاينين دي فامي اللي يجيبو معايا يجيبو دي دي جي، انا سام ديرونج با، رزق على ربي، كل وحده راهي تجي تخدم لربي ساهل نورمال، انا سام ديرونج با مالغري كو وحدي كامل نخدم كامل العرس، مي اللي تحب تجيب دي جي الله يسهل. مي كاينين دي دي جي راهم يديرو في الغناء تاع بسمح الله يرحمه، الله يستركم الله يستركم، ما تزيدوش ديرو غناهم كسوسوا تاع بسمح الله يرحمه ولا امين لاكروم الله يرحمهم للزوج، ماليهم قال لكم ما تزيدوش تسمعوا غناهم ديجا، هذه ما تزيدوش ما تحطوهمش في العرس، ما ديروهمش في العرس وناس تشطح نورمال. لو كان ماشي انا لا ديرني عفا رحت حبست دي جي وقلت لها حبسي ما ديريش نورمال مكملين عادي، انا كنت نغني غناهم دوكا ما نش نغنيه ميم با في العرس، انا يعني بصوتي وما نش نغنيه سيلفو بلي ما تزيدوش ديرو غناهم الله يستركم.